فضيلة الشيخ، عندنا إمام مسجد إذا دخلنا بعد العصر لا يتركنا نصلي تحية المسجد، وكذلك إذا كان فوق المنبر ويقول إن هذا وقت نهي، فما هو الصحيح وجزاكم الله خيرا؟ أما أنه يمنع من دخل وقت الخطبة من أن يصلي ركعتين، هذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس، قال له قم فصلي ركعتين. فإذا دخل الإنسان والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أما هذا الإمام فهو يجهل هذه السنة. وأما صلاة النافلة بعد العصر هذه محل خلاف بين العلماء، من صلى تحية المسجد فلا بأس، ومن تركها بعد العصر فلا بأس، لأن كل من الرأيين له ما يسنده، والمسألة سهلة. مسألة تحية المسجد أمرها سهل لأنها سنة ما هي بواجبة، إن تركها فلا شيء عليه، وإن فعلها فله أجر. نعم، لكن الصلاة لمن دخل والإمام يخطب هذه سنة مؤكدة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي ينهى عنها هذا جاهل. نعم.